السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا احبابنا احباب الشرح العربي اليوم حابب اعرفكم على طريقه جديده او حسب لو تصريح الشركه انه في موقع جديد صدر لشركه واتساب طبعا هذا الموقع بخليك تفتح الواتساب عن طريق جهاز الكمبيوتر العادي عن طريق المتصفح اي متصفح عندك سواء كان Uh, اللي هو فايرفوكس اكسبلولار اكسبلولار والكروم اوبرا اي برنامج ممكن تفتح من خلاله الانترنت يعني اللي هو متصفح uh, بداية راح نفتح موقع اللي هو البرنامج او الواتس اب ال هذا راح نكتب عنا web.whatsapp.com بعدك راح تفتح عنا هاي الصفحة آه, من خلال هذه الصفحة طبعا بيحكي لنا انه اعمل سكان للكود اللي هو الباركود طبعا كيف رح نعمل سكان للباركود هذا اول شيء رح نفتح عنا برنامج الواتس اب على الجهاز الموبايل تبعنا لكن من المهم انه يكون احدث اصدار طبعا هاي الطريقه مش رح تشتغل الا يكون البرنامج اخر اصدار لواتس اب اوكي راح نضغط على نفتح عنا برنامج الواتس اب كيف راح نعرف اللي هو لازم يكون اخر اصدار طبعا اخر اصدار زي ما حكينا عنا راح يكون كالتالي هاي فتحنا عنا برنامج الواتس اب بعد راح نضغط على اللي هو عنا على الاعدادات ندخل للاعدادات بعد راح نضغط على المساعده بعد راح نضغط على اللي هو حاول بيجي عندنا الاصدار طبعا عندنا اخر اصدار اللي هو طبعا هذا الاصدار من من بدايه هذه اللحظه من بعد هذا الاصدار بتقدر تفتح عندك برنامج الواتساب على جهاز الكمبيوتر لو عندك الاصدار 2.11.498 هيك عرفنا احنا اخر اصدار طيب كيف راح نعرف ندخل على البرنامج طبعا عندنا مفتوح عندنا هاي الصفحه نعملها ريلود اللي هو لل اللي هو هذا باركود بعد هيك نضغط على المنيو اللي هو الواتس اب راح نلاقي عندنا ظهرت حاجه جديده اسمها واتس اب ويب رح نضغط عليها راح تيجي عندنا هاي الشاشه طبعا هاي الاشي اللي احنا فاتحينه زي ما انتم شايفين عندنا هنا تمام راح نوجه النظام عندنا للشاشه هاي زي ما انتم ملاحظين هاي عندنا فتح على جهاز الكمبيوتر مباشرة طبعا مكتوب عندنا هنا ابقى هاتفك متصلا بالانترنت هيك بكون احنا دخلنا اللي هو او فتحنا برنامج الو... اللي هو الواتس أب برنامج الواتس أب او الواتس أب على جهاز الكمبيوتر شكرا لمتابعتكم وانتظرونا في قادمه يعطيكم الف عافيه